عادت من جديد السجائر الإلكترونية إلى الواجهة لتستقطب الكثير من المدخنين الذين يعتقدون أن مضارها أقل بكثير من السجائر التقليدية. وتحوي السجائر الإلكترونية على النيكوتين مثلها مثل سيجارة أو سيجارة التبغ، إلا أنها تختلف عن السيجارة التقليدية المكونة من الورق والتبغ وتأتي بأنواع وأشكال وحتى نكهات مختلفة. طبعا ينضم إلينا في الاستوديو مختار محمد علي، مدخن سابق ومتخصص في أمور السجائر الإلكترونية. صباح الخير محمد، حتفتح محل بعد شوية كل الألوان يعني لو نبغى نطقم على الألوان ملابسنا حنلاقي كل الألوان بس كده. طيب محمد، أنت كنت مدخن شرح للسجائر العادية في البداية 25 سنة. انتقلت بعدها لتدخين السجائر الإلكترونية. جربت كل حاجة يعني، طبعا السجائر ما حدش يختلف على أن السجائر مضرة طبعا. الواحد بيحاول ان هو وكل شويه تطلع له اسباب اكتر تخليه يعوز يبطل اكتر، وجربت حاجات كتير قوي لحد ما اخرها نجح اللي هو الفيب. جميل، لقيت فرق؟ طبعا فرق كبير جدا. فرق في يعني قصدك من التبطيل؟ ايوه. لا مش بس فرق، هو انا اكتشفت ان انا كنت مريض بقالي 25 سنه، مش بس ان انا كنت مدخن بقالي 25 سنه. بس من اي ناحيه يعني؟ من ناحيه الفرق اللي بتحسيه. كل حاجة بتتغير في حياتك، النوم بيتغير، الريحة بتتغير، طعم الأكل بيتغير، طعم الشرب بيتغير، حتى الحياة الاجتماعية بتتأثر، بتلاقي نفسك خدتي مثلا مسافة شوية من ناس معينة أو روايح معينة، ما هي كلها بتدور حوالين الريحة، وبتلاقي نفسك قربتي من ناس معينة، حتى اجتماعيا بتتقبلي أكتر بكتير من ريحتك والنظره اللي. بس احنا حابين نوضح طبعا للمشاهدين، احنا هي مش عمليه ترويج للسجائر الالكترونيه، مجرد احنا حابين نتعرف على وجهه نظر او حد مجرب، واكيد كمان رح نستشير دكتور نتعرف على الفوائد وغير ذلك. خليني بس اسالك بعد يعني نتكلم عن تفاصيلها، بس حابه اسالك، هاي اسمها فيبينج، ايش الفرق بين الفيبينج والسيجاره الالكترونيه اللي كمان طلعت من اكثر من سنه؟ وهذه الفيبينج حاليا هو اللي منتشر. اوكي، الفيبينج جاي من كلمه فيبر اللي هو البخار. صحيح. وهي ديت فكره الفيبينج، ان الموضوع شو كان الفرق بينها وبين السيجاره الالكترونيه السابقه؟ لا، السيجاره الالكترونيه لمجرد المصطلح بس، وما زال مربوط، كلمه السيجاره مربوطه بالسجاير الاعتياديه اللي هي المعروفه. أيوه. اللي هي اللي فيها حرق. لكن الفيبينج ما فيهوش حرق، فبالتالي حتى يعني حتى احنا بينا وبين بعض في الكوميونتي نفسه بتاع الفيبنج بنفضل نستخدم مصطلح فيبنج عن سيجارة الكترونية، علشان ما يكونش في اي ربط ما بينها وما بين السجائر العادية، السجائر الاعتيادية اللي معروف. الموضوع هنا باختصار، طب اشرح لنا عليها. ما بالضبط يعني هو اختار واحدة يعني. ممكن نشوف هذه عجبني لونها. ممكن تطقمي يا مهيرة انت بفستانك دي هتبقى اسهل عليها الشرح. الموضوع بسيط جدا. هذه المادة توضع داخل بتسموها جوس. هي الموضوع عبارة عن بطاريات فيها شحنات طبعا كهربائية، وبتعدي ما بين الموجب والسالب. ما بين الموجب والسالب بنوصل الكويل اللي هو الحديد الصغير ده. لو يعني محتاج اوديه بس خليها. ايوه بس محتاج اوصل الكويل دوت الاثنين الناحيتين دولت ما بين الموجب والسالب، في قطنه معديه جواه وعليها العصير. خلاص، كيف تحطه؟ بالظبط، العصير مجرد بيتحط بس يعني بيتحط بتتشبع بيه القطنه يعني، مش هذه لكل استخدامه تحطها ولا لمده كم استخدام؟ بصي النوع بيختلف، لكن المبدا واحد، الفكره واحده ما بين كله، ان في قطنه شارب عصير بتسخن، اللي بيسخنها الكويل بيطلع منها البخار، بناخد البخار ده. طب ايش العصير هذا؟ ايش يطلع؟ العصير مكون من اربع عناصر، ومش ضروري العنصر الرابع، مش اجباري ان هو يكون موجود، اللي هو عنصر النيكوتين. بالظبط، يعني في هنا قدامنا ده من احدى المنتجات اللي موجوده، العصاير نيكوتين فري. دي نيكوتين فري، يعني ده اللي انا ماسكه في ايدي ده عباره عن ثلاث عناصر بس، مش اللي هي ايش العناصر اللي هم الفيجيتابل جليسرين. مين؟ جليسرين الخضار. ايوه، دوت بيتاخد من زيوت الخضار الخضروات، والبروبايلين جلايكول ده برضو عنصر اوريدي موجود في الجسم. اوكي. والنكهات. الثلاث عناصر دولت يمكن بما فيهم كمان النيكوتين، يعني متفق على انهم يعني صالحين للاستهلاك الادمي، سواء عن طريق الاكل او الشرب او الاستنشاق. نعم. يعني حتى الفيجيتابل جليسرين اللي هو بيمثل 80% من العصير.
دوت موجود في الأدوية بتاعت اللي عندهم ربو هي البخاخات ده في الاصل يعني نكهات طبعا نكهات بتتحط على الكيك بتتحط على الاكل بتتحط في يعني موجوده في اي مطبخ طيب بس هي عمليه الحرق ما زالت موجوده حرق. ما فيش حرق خالص ده هو طب والدخان هذا يطلع من فين هي دي النقطه الكويل اللي انا وريته لك دوت بالظبط انا ممكن اوريكي اي واحده ممكن احط فيها بس سريعا البطاريه احط بس البطاريه سريعا مش هياخد الموضوع وقت انا وقعت عادي عادي المايك وقع لا بس فوق اوكي تاني وقع ديت اهيت والموضوع ببساطه ان زي ما انت شايفه في قطنه على الناحيتين والقطنه ديت معديه جوه الكويل خلاص مجرد ما بندوس على الزرار اللي بيحصل ان الزرار دوت بيوصل الكهرباء اللي جوه البطاريات بيطلعها للكويل طيب مع كل مرة تبغى تدخن تحط العصير هذا طبعا النوع ده ولا؟ عبارة عن ان انا بحط عصير على قد ما القشرة على قد ما القطنة تقدر تشرب طبعا حسب استهلاكي انا ممكن القطنة تنشف بعدها مثلا بربع ساعة صرت تدخن مدة اطول صرت تستخدم الفيبنج مدة اطول من يعني انت كنت تدخن 3 أو 4 باكيتات في اليوم صرت على طول ماسك الفيبنج وتدخنها لا لا مش ضروري بالعكس ما بتستغل. الموضوع كونه بقى نيكوتين صريح وحتى فكره ان هو في مثلا نكهات فده ممكن يخلي الناس يتقلها انه لا ممكن يخليك بتحبه اكتر لا بالعكس الموضوع بقى الاحتياج فقط وهو ده المبدا فتح لك الشهيه لا الشهيه اتفتحت ده بعيد عن الفيبنج لانه وقفت تدخين اخر سؤال سريعا في بعض انه بتنفجر في البعض ذكر انه الجهاز بينفجر صحيح ام غير صحيح من خبره وبحث كتير قوي في الموضوع دوت اي انفجار الانفجار بيبقى البطاريه وده اهمال اهمال في البطاريه ايش تغيير البطاريه انت شفتي انا شايل البطاريات فيه لو انا ما شلتهاش في ديت اللي هي ارخص ما يمكن هو عباره عن جلد سيليكون انا بعرض نفسي وبعرض البطاريه البطاريه مخصوص لهذه بس هو النوع ده من البطاريات ده الاغلب اللي بيستعمل في الاجهزه ديت ودلوقتي بدات بطاريات جديده تنزل هي كل الفكره ان البطاريه بتبقى اكبر شويه من البطاريه العاديه بتعرض البطاريه بس دي بطاريه احنا هنخلي الاغراض معانا لانه لازم طبعا نستشير احنا استمعنا الى مجرب فلازم البطاريه شكلها بس غريب شويه هي نفس البطاريه اللي احنا متعودين على شكلها بس هي اكبر شويه بكونها اقوى شويه وتقدر انها توصل كهرباء اكتر للكويلات بحيث انها تسخن بحيث انها تبخر لي العصير واقدر ان انا مختار محمد علي مدخن سابق متخصص في امور السجائر الالكترونيه حبينك يعني ان شاء الله تكون معنا عشان تستمع الى الراي الطب وايضا ننوه مره ثانيه انه هذا رايه الشخصي احنا لا نتفق ولا نختلف يعني نشوف راي الطب شكرا جزيلا اذا كما ذكرت زميلتي مها بعد الفاصل سنستمع فعلا لوجهه نظر الطب من استخدام الفيبنج او السجائر الالكترونيه ابقى معنا استمعنا قبل الفاصل إلى تجربة أحد المدخنين لاستخدام الفيبنج أو السجائر الإلكترونية ولكن ما رأي الطب بخصوص هذا الموضوع تنضم إلينا الآن في الاستوديو دكتورة وداد نبيه أحمد أخصائية أمراض باطنية وصدرية صباح الورد دكتورة صباح النور أنت استمعتي إلى تجربة مختار واستعرضنا طبعا هذه السجائر الإلكترونية وأيضا تعرفتي على المكونات اللي فيها كدكتورة أمراض صدرية ما رأيك هل هذه أفضل من السجائر وهل هي أفضل فعلا من السجائر الإلكترونية اللي انتشرت سابقا أم لا؟ الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي طبعا مش هيناسب اللي بيستخدموا الأمراض السابقة لأن هو السجائر الإلكترونية موجودة وحصل منها زي تطور بقى في 4 أجيال منها كل شوية بيغيروا منها صحيح في تعديل ولكن هنرجع للأساس بتاعها دي عبارة عندنا في عملية تسخين على سائل السائل ده غير آمن على الإطلاق يعني البروبايل جلايكول مع الجليسرين مع الأديتيفز أو المنكهات هذه طبعا المكونات العصرية المكونات اللي هو موجودة فيها الأديتيفز ديت مصرحة أن هي
بتتاخد كأد للأكل وليس للاستنشاق. دلوقتي بقى في حاجات كتير أقول لك بتعمل شوكليتس والكوتون كاندي والفانيلا والكلام ده كله بنستنشقه في حرارة في كونتينر. الكونتينر ده في مواد برضه سامة، يعني تطلع منها مواد في سيليكا، في قصدير، في التان، الحاجات دي كلها الإنسان بيستنشقها. الحظر اللي موجود عليها مش موجود زي السجاير اللي هي العادية. فالإنسان بيستخدم ديت، بيتخيل طعمها حلو، ما فيش الريحة الوحشة اللي بتطلع منه، بيستخدمها لفترات طويلة. في زي صحيح ما فيش حرق، ولكن في فيبر طلع فيه مواد سامة. المواد السامة دي عملوا عليها دراسات ولقيت إن هي بتعمل، هي مسرطنة وبتعمل برضو مشاكل في الرئتين. والاستخدام الطويل لسه الدراسات، يعني هي اول ما بدايتها. طيب هذه الدراسات مؤكده انها فعلا مؤكده، وهتلاقي لغايه دلوقتي منظمه الاف دي اي ما ادتهاش تصريح. احنا عندنا وسائل كثيره لمنع عمليه التدخين. الشخص اللي عايز يساعد انه يوقف تدخين، في عارفين اللي هو اللزقات واللبان وفي بعض الادويه والعقارات. الى الان ما خدتش تصريح منظمه الصحه العالميه ولا تصريح الادويه مع التغذيه اللي بتدي تصريح استخدامها في كوسيله من وسائل التدخين. لكن هي مرخصه دكتوره؟ لا مش مرخصة. وغير مسموح كمان بيها في الامارات، يعني الامارات غير باند اللي هو بيتعامل عليها مش صح. يعني ما تبلغيش علينا يا دكتوره، طيب احنا بس بنستعرض. جايبين فاتحين محل احنا هنا. سم مقنن موجود. في بعض الناس بتستخدمه وتقول ايه، طيب احنا ناخدها لفتره وجيزه. صح. ان احنا التارجت بتاعي ان انا مدخن شرح هتحول لدي فتره ومحدده وقت تاني. طيب امانه دكتوره، يعني احنا استمعنا الى احنا ديفلز ادفوكيت، يعني محامي الشيطان، احنا لا مع ولا ضد، احنا بس حابين نستعرض كل الجوانب. هو كان مدخن شرح، كان بيدخن 4 باكيتات في اليوم، تحول الى ديك. خلينا الفيبنج ولا التدخين ولا السيجاره؟ الاثنين اسوأ من بعض بصراحه، يعني لا ده ولا ده. انا يعني بنصح اللي عايز يوقف هو ده. ممكن بتتاخد كمرحله، ان انا مش هيبقى على طول. طبعا هو دلوقتي بقى له قد ايه عليها، هل هيقدر يوقفها؟ في شرط للاشتراط فيها واتحطت، واذا كان ده برضو مش مرخص، ان هو الشخص ده حاطط له تايمينج او وقت معين هيوقف فيها. لكن اللي بيحصل فيها دلوقتي بعد ما ظهرت دي، ظهرت بصوره وديعه جدا، صوره مفيده، ريحتها حلوه وجميله. هتبص تلاقي دلوقتي في اوروبا، مش هنا طبعا ان هي مش مصرحه، أطفال المدارس بيستخدموها من سن، بدأ من سن الصف السادس للـ12، العدد بيتزايد بمقدار مش طبيعي. كل دي مضاعفاته عليهم هنعرفها قدام شوية. طيب ليه؟ لأنها مش ممنوعة منعا باتا زي السجائر اللي ممنوع من السن أنك تجيبها. صحيح. يمكن هذه السجائر كثير نشوف الناس يستخدموها داخل الأماكن أو المباني المغلقة أو حتى في الأماكن اللي غير مسموح فيها بالتدخين العادي، ممكن يدخنوا فيها هذا النوع من السجائر. هل لها نفس التأثير للتدخين السلبي للسجائر العادية؟ بالضبط، لها تأثير التدخين السلبي، ولها تأثير على المرأة الحامل، ولها تأثير على الأطفال وكل الحاجات دي. ومش ظاهرة بقى بالصورة الواضحة اللي محطوطة للمدخنين التانيين، فممكن يبقى قاعد في وسط الناس بيدخن. دلوقتي بقى في أشكال مختلفة، في أشكال برضو مش لازم تكون شكل السيجار، شكل اليو اس بي، شكل قلم، في حاجات عشان في ناس ما تحبش. زي هذا الأبيض الصغير شايفته هنا، هذا كأنه يو اس بي. بالظبط، بقول لك أسئلة مختلفة، في ناس ممكن بيستخدموها واللي حواليه مش حاسين بيها. فده كلها حاجات. إذا كان لازم تختاري بين السيجارة الإلكترونية أو الفيبنج وبين السيجارة العادية، أي واحدة راح تختاري؟ مبدئيا هنروح، لانه لسه يعني كاضرار او غيره، هنقول ان هي كميات الماده السامه اللي فيها صحيح وان كانت اقل نسبيا، بس لو اخف الضررين هروح ليها. بس انا لا دي ولا دي بصراحه اختارها. بما انه مختار رجع معانا مختار، عشان في سؤال يمكن سالته الدكتوره، قالت لك قد ايش موقف السجائر العاديه وبتستخدم السيجاره الالكترونيه؟ بقى لي قد ايه؟ يعني من 8 اشهر تقريبا، من شهر 9 السنة اللي فاتت. طب حاطط لنفسك انت موعد معين انه انت تبدا تبطل، ولا انت استبدلت السيجاره بالسيجاره الالكترونيه؟ لا انا هو طبعا الهدف في الاساس ان انا ابطل تماما. ابطل احتياجي للنيكوتين. لكن في فرق كبير ما بين ان انا باخد نيكوتين بس مع 4000 عنصر مسرطن، او ان انا باخد نيكوتين بس. طيب حتى لو مع الثلاث عناصر مختلفة. بس انت سمعت كلام الدكتورة انه هي برضو يعني هو الاثنين يعني اسوأ من بعض. تمام. فهل اقتنعت انه هو ممكن انا لو مسموح عادي، وانت ممكن تسألي وانت تسألي لو مسموح اسأل الدكتورة بس لو عندك اي اسئلة من باب حتى الاستفسار وحضرتك. طبعا ادرى، هل الفيجيتابل جليسرين موجود في البخاخات زي مثلا
البخاخ المعروف اللي هو بتاع الأزمة اللي أنا شخصيا كنت باخده، سواء كان سيريتايد ولا كان ناسي اسمه تمام معلش، هل موجود في البخاخات ولا لا؟ هي احنا انا ما بتكلمش على الجرسين في حد ذاته، في حاجات عناصر تانية، انت عارف ان دي برضو فيها فورمالدهايد وفيها سيليكا وفيها فورمالدهايد اس تصدير، الحاجات دي كلها بتضاعف الريسك للكانسر 10 اضعاف. انا هقول لحضرتك على حاجه دكتور، هذه الحاجات غير موجوده في السجائر العاديه؟ لا احنا جايبينك عشان اكيد انت كمان عندك بعض الاسئله اللي غيرك اللي من المستخدمين، يعني في عده مواضيع يمكن هو ادرى. هي دكتوره ممكن حتى تصحح لي انا بالظبط الريسيرش اللي انا قريته، وانا كوني كمان شغال تبع مع ببلشر عندي اطلاع كبير على معظم الدوريات الطبيه. نعم. الفورمالدهايد اس والمقارنه ما بينه وبين السجائر العاديه 2000 وحده في السجائر العاديه ل 20 وحده في الـ في الـ في الفيبر اللي طالع من الفيب ده اولا. ثانيا خلينا نفترض افتراض تمام كلام كده. الاربع عناصر اللي في الفيب مسرطنين دولت ولا ال 4000 عنصر اللي في السجائر العاديه؟ خلي الدكتوره اختيار خلي الدكتوره تجاوب. الاجابه على كده ان احنا السجائر الثانيه كلها معروفه والدنيا واضحه بيها، دولا المشكله ان الناس بتتعامل مع انها حاجه حميده، بالعكس حاجه كويسه بدات تدخل علينا في، بقول لك في الاطفال بدات تدخل في السن الصغير، بدات تتاخد كحاجه بقى يعني مصرح بيها، استخدامها بقى طويل جدا، ضررها عمليه مش بس المواد دي محطوطه في كونتينر، الكونتينر ده لما بيتعرض للحراره بيطلع حتى ما تقدرش تحسب الكميه اللي انت تقول ان الكميه اللي موجوده في السائل دي هي الكميه اللي طالعه في الفيبر نفسه. يعني خلينا نقول انه هذا الامر نفسي، انه الواحد لما يدخن السجائر العاديه عارف انها مضره وناوي يبطل، لكن هذه على اساس انه شيء صحي وما فيها شيء. يعني الهيتنج نفسه يعني من الكيميكالز دي، عمليه الهيتنج اللي بتطلع في داخل الكونتينر بيطلع بيحصل تفاعل، التفاعل ده بيدخل على جسم الانسان بيضره. بس تعقيب سريع، احنا استعرضنا بالفعل قبل فتره دراسه في اوروبا يمكن راح يضطروا يمنعوها لانها اصبحت تشجع الغير مدخنين على استخدامها لانهم بيبداوا بيها على طول. حميد على العموم الموضوع مفتوح للنقاش، استمعنا لوجهتي النظر. صحيح، وفي النهايه كلها مضره، الواحد يبطل هذه المشا. وشكرا لتواجدكم معنا. شكرا للاستضافه. شكرا للدكتوره وداد نبيه طبعا احمد اخصائيه امراض باطنيه وصدريه، وايضا السيد مختار محمد علي، شكرا لك. اشكرك.